يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بدنا نبلش اليوم بالدرس الخامس اللي هو تحليل المقادير الجذرية بإخراج عامل مشترك. أول إشي بدنا نصير نحلل هاي المقادير ونطلع عامل مشترك ونشوف شو بيطلع. إحنا قبل كنا ضربنا المقادير وجمعناهم وتعلم من دول بأكثر من طريقة. اليوم بدنا نتعلم نحلل. هلأ سمعتوا قبل بإشي اسمه التحليل إلى العوامل الأولية. لما مثلا أجي أقول لك العدد 12 حلله إلى عوامله الأولية. هلأ أول إشي في عندي طريقة أخذتها، طبعا هذا أخذته في الصف الثالث، عندي طريقة الشجرة إنه هي 12. طريقة الشجرة بتقول لك حاصل ضرب ايش بايش اللي هي 3 مثلا ب4. طبعا لسه بدي احلل، هيك وصلت للعوامل الاوليه ما وصلت للعوامل الاوليه، 3 اول لكن الاربعه مش اول، بدي افتحها واشوف الاربعه حاصل ضرب ايش بايش، 2 2. وبعدين بنزل مين؟ بنزل 3 اللي هي لانها ما بتتحلل. هلا هدول بنقولهم عوامل اوليه، وصلت انت للعوامل الاوليه. لما اجي اقول لك شو تحليل ال 12 بتقول لي 3 ب2 ب2، تمام؟ او بتحللها بطريقه القسم المتكرره اللي هي اخذناها بالاسس، انه هي 12 اعمل قسمه متكرره ال 12 على شو بتقسم؟ على 2 فيها 6، 6 عشان تقسم على 2 فيها 3 تقسم على 3 1 6. هيني حللت لحد ما وصلت إلى العوامل الأولية. شو هي العوامل الأولية؟ الأعداد، كانت أعداد أولية ما بقدر أحللها أكثر من هيك، لكن بالرموز بدنا نتعلم هلا نحلل. شو؟ نحلل بالرموز اللي هي المقادير الجذرية. نبلش أول إشي بإشي اسمه إخراج عامل مشترك. من الرموز له هيك: عين ميم ألف. هذا بنقول له عامل، بدك تخرج العامل المشترك، تمام؟ إذا أول إشي بدك تطلع العامل المشترك. هلا كيف بدي أطلع العامل المشترك ما بين 2 فاصلة تربيع و 40 فاصلة؟ بحللهم، تعال هون، هاي 12 فاصلة تربيع. يلا نحلل أول إشي ال 12، هاي حللناها هون، شو عوامل ال 12 الأولية هي؟ 3 2 2. طيب، بدي أحلل الصاد اللي هي إيش؟ صاد تربيع اللي هي شو؟ صاد بصاد، صح؟ مش هي حاصل ضرب صاد بنفسها مرتين؟ فهي حللت ال 12 إلى عواملها الأولية، وحللت الصاد تربيع إلى عواملها الأولية، هيها 12 3 2 ب2، والصاد تربيع صاد ضرب صاد. هلا بدنا نروح لمين؟ بدنا نروح لل 40. هلا شوف 40 صاد حلله إلى عوامله الأولية. تعال إما بتحلل بطريقة الشجرة أو بتحلل بالطريقة بطريقة القسمة المتكررة. طيب شوف، لو نحلل الأربعين بطريقة الشجرة، طبعا أنا بس هاي المدى حكتب لك التحليل بالطريقة هاي عشان أذكرك كيف كنا نحلل الأرقام، لكن بعدين تحلل تحت لحالك، تمام؟ هلا هي 40، 40 إيش إيش؟ 10 في 4، الأربعة 2 في 2، والعشرة 5 في 2، صح؟ هي الخمسة عدد أولي، الاثنين عدد أولي، والاثنين عدد أولي، والاثنين عدد أولي، معناته وصلت إلى عوامل الأولية. يلا ها، 5 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 8 مرات. هي حللت مين؟ حللت ال 40. طب صاد ما فيها أس، معناته هي بس صاد. طيب
آخذ العامل المشترك من هدول. تفرج معي، بدي آخذ العامل المشترك من هدول. شوف باجي هون، ثلاثة مشتركة، لا الاثنين، هاي بدي احط عليها دائرة، والاثنين في كمان اثنين، هيها صح. بعدين بالنسبة للحروف شو المشترك؟ هي صاد صح. شو العامل المشترك؟ هي اثنين اثنين صاد، اللي هو اثنين باثنين أربعة صاد. هيك تم إخراج العامل المشترك بين هذول المقدارين. عندك 2 صاد تربيع و40 صاد. بحلل الرقم زي ما كنت أحلل قبل، بعدين بحلل الرموز أو الأحرف. إذا كانت العامل الأولي إذا الرمز اللي هو صاد قوة واحد، يعني إنه ما يكون إله أي أس، اللي هي قوة واحد، تمام؟ هو 2 يعني مطلوب نفسه مرتين، هو 3 يعني مطلوب نفسه 3 مرات، فبتفكه بتحلله. هيك أوجدت شو؟ أوجدت العامل المشترك الأكبر. طيب نبلش نشوف تدريب رقم 1 صفحة 68. برضه بقول لك جد العامل المشترك الأكبر للمقادير الجذرية في كل ما يأتي. بدي أوجد العامل المشترك ما بين مين؟ 27 لام تربيع مين قوة 4، 12 لام قوة 5 مين قوة 3، 18 لام قوة 3 مين كاف. كل واحد فيهم بدي أشوف هل بينهم عوامل مشتركة ولا ما في بينهم عوامل مشتركة. يلا بنحللهم واحد واحد. هلا بلش بمين؟ 27 لام تربيع مين قوة 4. أول إشي بدي أحلل 27. هلا ما رح أروح أحللها عجلة، بدي أحللها على طول. 27 إيش بإيش؟ 9 في 3، معناته هي 3 في 3 في 3 اللي هي هي 3 في 3 في 3، هاي 27. طب لام هي لام تربيع، يعني لام بلام، لام ضرب لام. هلا ميم قوة 4، يعني ميم مضروبة بنفسها 4 مرات، هي ميم 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 ميم. هلا هيك انهيت تحليل اول مقدار. هلا بدي احلل المقدار اللي بعده اللي هو شو؟ 12. هلا 12 لام قوة 5 ميم قوة 3. اول شيء بدي احلل ال 12 الى عواملها الاوليه. بدي احلل هاي 3 2 2، هي 3 2 2. بدي احلل لام، لام قوة 5 يعني مضروبه بنفسها 5 مرات، يلا هي 1 هي 2 هي 3 هي 4 هي 5. طب ميم قوة 3 يعني ميم مضروبه بنفسها 3 مرات، يلا ميم بميم بميم. هلا مين ضل احلل؟ ضل احلل 18 لام تكعيب ميم كاف، اي 18 لام تكعيب ميم كاف. هلا ال 18 ايش بايش؟ هيك حللها 18 مثلا 2 ب 9. طب ال 9 شو بشو؟ 3 في 3، معناته يلا هي 3 في 3 في 2، لانه 3 في 3 9، 9 ب 2 18. طب يلا حلل لي مين هلا؟ حلل لي لام تكعيب اللي هي لام بلام بلام، ثلاث مجال، ميم مجال واحدة ما بتتحلل، وكاف مجال واحدة ما بتتحلل. طيب يا مس شو العامل المشترك الأكبر؟
العامل المشترك الأكبر بينهم؟ يلا نشوف. طيب في ثلاث هون، في ثلاث هون، في ثلاث هون، هي ثلاث. طيب هاي أول وحدة، بعدين ثلاث، ما في ثلاث كمان، في ثلاث هون، في ثلاث هون، بس هون ما في، معناته ما بقدر أعرفها. طيب هلا بالنسبة للاثنين، في اثنين هون ما في، هلا في اثنين هون وفي اثنين هون، بس لازم آخذ العامل المشترك بين ثلاث حدود، يعني هون وهون وهون، طالما موجود باثنين مش موجود بالثالث ما بقدر آخذه. طيب بالنسبة للام، هي لام، هاي وحدة، تمام؟ في كمان وحدة هيها، صح؟ طيب في كمان لام بس مش موجودة هون، فلحد هون بوقف، لازم يكون مشترك بين الثلاث. بالنسبة لميم، هاي وحدة هيها، ما في غيرها، ما بقدر آخذ غيرها، ليش؟ لأنه في شيء كمان وحدة. كاف ما في فوق معناته مش مشتركة. شو المشترك؟ يلا هيا ثلاث ضل لام ضل لام ضل ميم، اللي هي ايش؟ ثلاثة لام تربيع ميم. هذا ايش؟ العامل المشترك الأكبر لكل حد من هذول الحدود. طيب بدي أروح لمين؟ بدي أروح لاثنين بتدريب واحد رقم اثنين. هاي اثنين، اثنين اللي هي ثمانية صاد، ثمانية صاد هو أربعة، وثلاثة ها، واثنين ألف تسعين صار. هلا بدي أحلل كل وحدة فيهم، هاي ثمانية صار هو أربعة، حلل الثمانية اللي هي اثنين، اثنين باثنين، فالصاد صار صار أربع مرات، فصاد فصاد، صح؟ هلا ثلاثة ها أصلاً هي ما بتحتاج تحليل، الثلاثة عدد أولي فهي ثلاثة ضرب ها. هلا اثنين ألف تسعين صاد. طيب ألف تسعين صار. هلا الاثنين ما بدها تحليل لأنها أولية أساسا، بس الألف بدي أحللها، ألف بألف بألف بصار. هلا بدي أرجع أحكي لك، بدي العامل المشترك الأكبر. هلا شوف، يلا نشوف، في عندي اثنين في عندي اثنين هون وفي اثنين هون، بس موجود اثنين هون مش موجود، معناته ما بقدر اخذها. نفس الاشي بالنسبه لهدول، مش موجودين ما بقدر اخذهم. طب نروح على الحروف، في صاد هون وفي صاد هون، لكن ما في صاد بالحد اللي هون، معناته برضه ما بقدر اخذها. طيب في الف هون، ما فيش الف لا هون ولا هون. طيب انا مش عم بلاقي عوامل مشتركه، ايش بقول له؟ لما يكون ما لقيت عامل مشترك شو بقول له؟ شو العامل المشترك بيناتهم؟ صفر ولا واحد ولا اصلا ما فيش؟ شو رايك اللي تعمل؟ مين بيعرف؟ شو حيكون العامل المشترك بينهم؟ سعد تعرف تجاوب؟
من طالما انه في شيء ولا شيء من هدول معناته العامل المشترك بيناتهم واحد صح؟ العامل المشترك بينهم هو العدد واحد، لانه اضرب هون بتلاقي واحد، هون بتلاقي واحد، هون بتلاقي واحد، مش طفل وما بقدر اقول له انه ما في عامل مشترك، اللي هو الواحد. لكن ايش؟ الواحد ما بيأثر على هاي العملية، يعني ما رح اقدر اسحب عامل مشترك من المقدار نفسه. طيب بدي اوقف لهون، بس البيت اصلا ما خلص، لسه ضايلني احلل المقادير، بس انا كان بدي تتعلم تطلع العامل المشترك اكبر بعدين تحلل المقدار. طيب